الإعلامي الكبير الإهلاوي الأستاذ حامد عز الدين. منور يا أستاذ حامد. أهلا بيك، ده نورك يا إبراهيم. أهلا بيك في ملك وكتابه. دي على فكرة تاني مرة. لكنك النهاردة الملك. في كرسي ال لا 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 دي تاني الشريك. مرة لا تاني مرة أنت تدبسني. أيوه في كرسي الشريك. في كرسي الشريك تاني مرة. في عمر ملك وكتابة، لأنه هذا البرنامج اللي حقق نجاح كبير جدا من خلال فكرته ومن خلال الأداء العالي الإعلامي العالي صاحب الصوت العاقل الحكيم اللي تبادلته أنت والمهندس عدلي القيعي أيقونة عشق النادي الأهلي اللي أنا بدعو له بالسلامة والعودة السريعة، لأنه هيبقى صعب أن أنا أقعد تاني. يعني كلاكما قيمة كبيرة جدا في الإعلام وفي حب الأهلي، ولو كان البرنامج له رصيد عند الناس فأنا برجعه دايما وأبدا إلى أنه إحنا بنحاول بقدر الإمكان نقف في منطقة فيها صدق شويه مع الجمهور. يعني لا مش صدق شويه، الـ 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 الحقيقه الـ اساس النجاح دوما في الاعلام هو الصدق. صحيح. يعني لو اكتشف الناس انك تكذب يبقى انتهيت. صحيح. لو جريده نزلت منشط خاطئ هتلاقيها تاني يوم، مش هتستنى وقت طويل، وطبعا التجارب كتيره وفيها قصص كتير. صحيح. فالصدق هو الاساس. أنا دوما أقول لو قلت لي إنك صحفي فسأتعامل معك على أنك صادق. صادق، لأنه لو غير كده أنت ممكن يعني مش الشغلانة دي بقى هتودي الدنيا. مش الشغلانة دي.